تحفيزات واعفاءات ضريبيه ستستفيد منها المؤسسات الاقتصاديه التي تولي اهتماما للبحث العلمي ولا تعتمد على الجانب الربحي فقط التحفيزات والاعفاءات جاء بها قرار وزاري مشترك بين وزاره الماليه ووزاره اقتصاد المعرفه والمؤسسات الناشئه والمصغره تحفيزات جديدة جات في هذا القرار وحتى في قانون المالية الأخير هو يمنح للمؤسسات اللي تقوم بإنفاق أموال من أجل البحث العلمي بأن الأموال هذه اللي كانت مسقفة المبلغ كان مسقف ولكن زاد تم رفع هذا السقف بحيث أنه يسمح للمؤسسات بأنها تنفق مبالغ أكبر في البحث العلمي القرار الوزاري المشترك من شأنه أن يحفز المؤسسات الاقتصادية على استكمال مسار التطوير والابتكار والمنافسة من خلال الاعتماد على البحث العلمي الذي تخصص له اظرفه ماليه ضخمه نظرا لاهميته في تنميه المؤسسات المصغره نظن بأن البحث العلمي اليوم ضروره مش في الجزائر فقط في كل العالم يعني لما نشوف بعض الدول اللي نشوف الميزانيه اللي تنفق من اجل البحث العلمي والامتيازات التي تمنح للبحث العلمي نجد بأنها مبالغ كبيره جدا لأنه يعرفوا ما هو دور البحث العلمي في تنميه المؤسسات المصغره اللي مبنيه اساسا على البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع استراتيجي وفرت له الجزائر كل الامكانيات. يتمثل في خلق اكبر عدد من المؤسسات الناشئه وبمثل هذه الخطوه ستتمكن المؤسسات من تحقيق مردوديه اكبر بتكاليف اقل